بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، الحقيقة أنا لا أحب أن أخوض في هذا الموضوع لأنه تكرر كثيرا، أقصد موضوع عذاب القبر. ولكن سبحان الله، لا يكاد يمر يوم إلا وأجد تعليقا أو أكثر أو سؤالا، آخرها أحد الأحبة يقول: أنا أصبحت محتارا، سمعت من بعض العلماء يقولون لا يوجد عذاب قبر، والدليل أن الله لا يعذب البشر مرتين، والدليل الآخر في قوله تعالى: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. يعني يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، يعني كانوا راقدين، وبالتالي أنا أصبحت في حيرة من أمري. طيب يا أخي الحبيب، دعوني أفترض جدلا أنه لا يوجد عذاب قبر، طيب هل يعفيك هذا من عذاب النار إذا كنت مخطئا؟ لنفرض عذاب القبر غير موجود، هل عذاب النار موجود أم غير موجود؟ موجود. إذا يعني أنت تريد أن تنجو من عذاب القبر لتلقى في نار جهنم يوم القيامة مثلا، أم ماذا؟ لماذا أنت مهتم بعذاب القبر إذا كنت إنسان مؤمن وإنسان صالح؟ طيب ألا تبحث عن نعيم القبر؟ عبارة أيها الأحبة، عبارة عذاب قبر يقابلها نعيم قبر، إما أنك تنعم أو تعذب، لا يوجد يعني شيء ثالث. الإنسان عندما يموت أيها الأحبة إذا كان صالحا، طيب أنا أحب أن أنعم في القبر، ما الذي يمنع من ذلك؟ طيب القرآن يقول لي: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. طيب تتنزل متى؟ في الآخرة؟ لا، في الدنيا. في الدنيا تتنزل لحظة الموت. ماذا تقول لي ولك إذا كنا من المتقين؟ نسأل الله تعالى أن نكون كذلك. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يعني لا تخاف من الآخرة، أنت الآن ستنتقل إلى مرحلة قادمة، لا تخاف، نحن معك. معنى نحن أولياؤك يعني نحن سنتولى أمرك، لا تقلق. مثل إنسان يطمئنك، يقول لك: لا تحزن، أنا معك، أنا سأحل لك المشاكل، أنا سأحميك. هذا معنى نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها، في الآخرة يعني، ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. طيب ماذا أريد أحسن من ذلك؟ ملائكة تتنزل لتبشرني بعدم الخوف وعدم الحزن، ولا وجود للهموم، لا وجود للمشاكل، وسأجد كل ما أشتهيه، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، وجنات عرضها السماوات. طيب يعني لماذا أحزن؟ لماذا تحزن أنت يعني؟ هل تريد أن تكون مرحلة ما بعد الموت هكذا عبث؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ يعني تريد أن يكون بعد الموت عبارة عن لا شيء؟ لا، بالعكس، بالعكس، أنا أحب وأتمنى أن أرى الملائكة وهي تبشرني بالجنة وتذهب عني الخوف والحزن، أتمنى ذلك. وإلا يعني الملحد طبعا يروج، ما الفرق بيننا وبين الملحدين إذا قلنا أن الإنسان سيتحول إلى تراب وانتهى الأمر؟ لا يا أحبتي، لا يوجد عبث في كون الله عز وجل، وكل شيء عنده بمقدار. إذا أيها الأحبة،
إذا قلنا إن عذاب القبر غير موجود، معنى ذلك أن نعيم القبر غير موجود. تمام؟ معنى ذلك أننا نكذب القرآن، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. الذي قتل في سبيل الله والذي مات في سبيل الله، إنسان يدعو إلى الله مات أو قتل، فهذا الأمر، هذا الإنسان ما هو مصيره الآن؟ الآن ونحن في الدنيا. القرآن يقول لك: بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله. إذن هناك رزق وفرح، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، وهناك استبشار وبشرى، ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل. طيب ماذا تريدون أكثر من ذلك؟ المؤمن الذي نذر حياته لله سينعم ويفرح ويرزق ويستبشر بنص القرآن، هذا كلام الله. بالمقابل إنسان مجرم سفك الدماء وظلم الناس، اغتصب، سرق، نشر الرذيلة في الأرض، نشر أفسد الناس، طيب هذا الإنسان بعد الموت تريد أن تدخله جنات النعيم مثلا؟ يعني أنت يعني عندما تقول لا يوجد عذاب قبر، يعني هل سينجو من عذاب الله يوم القيامة؟ لذلك فكرة أن يأتي شخص ويقول لا يوجد عذاب قبر فكرة عبثية أيها الأحبة، لا معنى لها، لأن الله لا يعبث في هذا الكون. أنت كمخلوق صحيح أنت تموت، ولكن روحك موجودة، النفس تموت ولكن الله يتوفاها، تعود إلى الله. طيب آية أخرى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. إذن النفس ماتت، يعني انتزعت من الجسد، هذا هو موتها. والنفس لا تفنى أيها الأحبة، نفسك لا تفنى، فقط الجسد يبلى، أما النفس لا تفنى. إما أن تعذب هذه النفس أو تنعم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي، متى ارجعي؟ بعد الموت، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إذن النفس الطيبة تنعم بعد الموت. فإذا قلت لا يوجد عذاب قبر، معنى ذلك لا يوجد نعيم قبر، لأنه من غير المعقول أن الله تعالى ينعم المؤمن ويترك الكافر هكذا عبثا. لا، إذا قلنا لا يوجد عذاب قبر، معنى ذلك لا يوجد نعيم قبر، لا يوجد نعيم قبر أو لا يوجد نعيم بعد الموت. إذا نحن نكذب القرآن، ما معنى فرحين؟ هذا الفرح نوع من النعيم. طيب قوم فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. طيب يوم القيامة يوجد غدوا وعشيا؟ هذا في الدنيا أحبتي في الله، الآن وأنا أتحدث معكم، غدوا في الغداة في الصباح يعني الباكر، وعشيا في المساء يعرضون على النار. النار طبعا قبلها: وحاق بآل فرعون سوء العذاب. ما هو سوء العذاب؟ النار يعرضون عليها. سورة غافر اقرأوها: فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. ما هو سوء العذاب؟ الآية التالية تجيب: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. إذن سوء العذاب هو عذاب القبر. طيب أين عذاب الآخرة؟ نتابع الآية: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن هناك سوء العذاب نوعين: سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في القبر أو في الدنيا يعني.
ربما يكون في بطن حوت ولكن في الدنيا. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن أنت ستتعرض أيها الكافر لعذاب سيء بعد الموت في الدنيا في عالم البرزخ أو ما وراء البرزخ، وستتعرض إلى عذاب شديد. ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب، إذا نوعين من العذاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا عذاب القبر وفتنة القبر وعذاب يوم القيامة، وأن يرزقنا لقاءه عز وجل وهو راض عنا، إنه سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.